دور الجزائر في الإطار الإفريقي دور عظيم، دور عظيم، دور عظيم، ودور مؤسس ودولة ذات رؤية واضحة في الاتحاد الإفريقي، لها كلمة ولها احترام داخل الاتحاد الإفريقي. إحنا التنسيق اللي بين مصر والجزائر تنسيق عظيم وتنسيق دائم وتنسيق أخوة ذو كفاح واحد ومشترك وإيد في إيد. فمش مستغرب أبدا من الوزير رمضان العمامرة أنه هو يحاول أنه هو يلعب دور بين الأشقاء، ودي حاجة إحنا مقدرينها وحاجة ليها وزن عندنا تماما يعني.